اهلا وسهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات رمضان، وهنعمل مع بعض النهاردة برضو اكلات كلها نص جاهز. هنعمل مع بعض اكلتين. اول واحدة هتبقى كسرول بالسجق وشوية خضار. اما الحلو الطبق التاني هيبقى طبق حلو، هو اساسا مش طبق مصري خالص بس احنا هنرمضانه. خلونا اول حاجة نبتدي بطبق الكسرول. اول حاجة هعملها ايه؟ هجيب حلة او طاسة اللي يريحك، هفتح عليها النار وهحط فيها حبة زيت مش كتير، تمام كده، علشان واسيبها ايه لحد بس ايه ما تسخن. اكون انا فتحت كيس، ايوه السجق، السجق ممكن نقول عليه سجق وممكن نقول عليه صدق، والصدق طبعا تبع اللغه تبع اللغه الاسكندراني. انا هعمل ايه؟ هقص. كده طبعا ببقى عامله حسابي ومنظفه المقص كويس، ما ينفعش تستعملي كده مقص على طول. انا عندي دايما في البيت استخدام مقص كبير جدا، وعندي بتاع مقصين ثلاثه علشان بفضل طول ما انا بستعمل في الاكل بستعمل المقصات في حاجات كتير، فتلاقيني دايما عندي واحد في الحوض، واحد في ايدي، واحد هقص بيه الكيس، واحد هقص بيه معرفش ايه حاجات كده بقى. بس فعلا لما تبقي مزنوقة وتبقى عندك مثلا السكينة مش مسنونة بتعملي ايه؟ تقدري تستعملي مقص. ممكن مثلا انت بتقصي او بتستعملي سكينة في خضار مثلا وعايزه تقصي سجق زي ما انا كده بعمل، ممكن تقصي السجق، تقصي بيه بقدونس، يعني ليه استخدامات كتير. طبعا مش هنقدر ننكر ان اساس المقص في المطبخ موجود علشان الاسماك، بتفتحي بيه ظهر الجمبري، بتنضفي بيه السمكه، بتشيلي اللي هي اسمه ايه ده الزعانف، بس القشور لا. الا كلمه قشور دي مره حد ضحك عليا عشان بقول قشور. مره قلت قشور فضحكوا عليا علشان كلمه قشور دي مش عادي ان كل الناس تقولها. دلوقتي المقص خلاص هحطه، خلوني هحط دلوقتي السجق في النار. ايه رايكم بقى؟ نقلب بقى. عايزه اقول لكم ريحته تجنن. التتبيله، الموضوع كله في السجق في التتبيله. ريحته حلوه جدا جدا، والتتبيله واضح ان هي حلوه قوي. والسجق بالذات يعني لا مهم في حياتي. انا من غير السجق ما اقدرش اعيش. السجق حلو قوي، بتقدري تحطيه في اكلات كتير، منها بدخله في المكرونه، في الرز، ممكن تعملي بيه فطاير، ممكن يا سلام على فطيره البسمله، فطيره السجق يا لهوي انا بنهار قدامها. احنا بس عايزين السجق ده بس يستوي علشان اقدر اطلعه واحط مكانه الخضار.
اول ما السجق هيجهز هروح مطلعاه شايلاه في طبق وحاطه مكانه الجزر والبصل والبقدونس. خلوني ايه، انا هسيب السجق عمال على النار شغال شغال. هقول لكم حاجه، هغطي عليه. هقول لكم ليه، علشان يا كان عامل ازعاج، وخليكي مطيه عليه. تمام كده. دلوقتي هعمل ايه، هطلع عيش التوست، هطلع كميه حلوه، 1 2 3 4، هطلع كمان واحده كده. انا عايزه كميه كبيره شويه. هنعمل ايه، هنقطعهم مكعبات علشان اعمل بيهم كسرول قلتلكوا عليه كده. ليه بنسميها كسرول؟ علشان احنا هنحطها في طبق، ممكن يكون بايركس، وممكن تحطيها في اللي هي في توست عمال يقع، ممكن تحطيها كمان في طبق فخار وتعمليها بنفس الطريقه اللي هتشوفوها نعملها مع بعض. دي كده من الاطباق السهله اللي ما تاخدش معاكي وقت وتنجز كمان. خلوني ابص برضو تاني. هو ما بياخدش يعني اكتر من 5 ل7 دقايق. عايزة بس اطلعه. على فكرة مش شرط يستوي خالص، انا مجرد ان محتاجة ان لونه يغير، لان احنا لسه هندخله الفرن كمان. انا عايزة الدهون اللي موجودة علشان اسوي فيها الخضار. تمام كده، فاضل اخر واحدتين نحطها هنا. خلي كده. دلوقتي هنزل، نحط الجزر كده، والبصل، وفاضل البقدونس، ومش هنحطه كله. هخلي حبة بقدونس علشان ازين بيهم. عايزة اقول لكم انا هزود حبة زيت صغيرين، لان شايفة ان هي محتاجة زيت. هتبل دلوقتي بزعتر. الزعتر حلو قوي، من الاعشاب العطريه اللي بتدي روايح جامده جدا في الاكل. فلفل اسود وكمان ملح. طبعا لازم تعرفي اكلك او السجق اللي انت جايباه فيه ملح ولا لا، علشان ما يبقاش الملح كتير. ادي كده هسيبه على النار حاجه بسيطه، بس هعلي عليه سنه عشان يكمل سوا. خلوني اجيب البوله. هحط العيش هنا، تمام كده. ممكن اقطع عليهم كمان كام واحدة ونشيل الباقي. ادي كده عايزة ارجع اقلب. ايوه
ادي العيش توست، نشيل الفرافيت اللي عندنا، نقلب بقى تاني. طبعا بما ان البصل متقطع رفيع والجزر مبشور وبقدونس، فكل ده ما بياخدش ايه وقت في السوى. هرجع عليه السجق تاني. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. هنعمل ايه بقى؟ هطلع النار، وادي التوست سخنة شوية، فخلوني بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، كله نزل وده المطلوب. ايوه كده، محتاجة بس ادي تقليبة سلام. طبق سريع ما فيهوش اي حاجه، مش محتاجه بقى تقعدي بقى عيش وبتاع والسجق ومعرفش ايه، هو كده. هجيب طبق ينفع يخش الفرن، نحط فيه بسم الله الرحمن الرحيم كده كده. انا عايزة املى الطبق ده لان لسه هحط عليه الشوربة، والشوربة ايه هتهبطه. تمام كده، نزل بس حبة الخضار. ايوه، هجيب دلوقتي الشوربه، بس هي شوربه سخنه شويه. تمام كده، كل اللي هعمله دلوقتي انا هحط الكسرول ده في الفرن. ايه رأيكم؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع نبص عليها.